نادي الزمالك، رحت ندهت بتوع نادي الزمالك، واشرف صبحي اللي هو مساعد وزير الرياضه اللي موجود دلوقتي شاهد على الكلام اللي بقوله. انت واخد بالك؟ جبتهم. كان وقتها مين رئيس نادي؟ كان جلال ابراهيم باين حاجه كده، المستشار جلال ابراهيم حاجه كده مش فاكر. لان الزمالك اتغير رؤساء انديته كتير. انت واخد بالك؟ فقلت لهم حطوا الفلوس للولد المتاخره دي بسرعه، روحوا ارموها له في حسابه. وهاتوا ورقه. ما انا مش مصلحتي ان اللعيب يطير ببلاش. انت واخد بالك؟ لا، مهم ان انت بتقول دوت عشان يعني دايما بيتقال ان مجدي عبد الغني لما بيكون موجود في اتحاد الكوره بيبقى ضد نادي الزمالك، فانت بتقول لي واقع مهمه جدا. يا عم ده انا اللي رحت ايمانويل امونيكي انا ومحمود معروف اللي سافرنا البرتغال عشان نكسب نادي الزمالك في ايمانويل امونيكي. كان ايمانويل امونيكي عارضينه لنادي ديوسبرج ب 600,000. انا جبت 800,000 لنادي الزمالك، 200,000 دولار ساعتها سنة الكلام ده بكلمك على 93. كان مستشار جلال ابراهيم برضه هو رئيس النادي. كان مستشار جلال ابراهيم. وسافرت البرتغال وسافرنا سويسرا عشان نخلص الموضوع بتاع ايمانويل امونيكي. واقسم بالله ولا جنيه. عملت ايه بقى مع اشرف؟ ولا خدت الهوا، الناس جولي عشان اترجم لمجرد ان انا بس كنت عايش في البرتغال. ولا خدت جنيه ولا حاجه من ولا ثمن الترجمه ولا الدموع، يا دوب التذاكر اللي سافرت بيها على حسابهم. اللي سافرنا بيها البرتغال واللي سافرنا بيها طبيعي سويسرا على حسابهم، انما غير كده ما خدش حاجه. والاقامه يعني انا هدفع اقامه ليه؟ موضوع انا بساعد فيه. ادي طيب نكمل الجزئيه بتاعت شيكابالا دي. شيكابالا دفعوا له، حطوا له 3.5 مليون في حسابه الفلوس المتاخره. فبقى عندي انا جواب اقدر ابعته اقول ان نادي الزمالك دفع الفلوس القديمه. خلاص عايزين تخلصوا روحوا خلصوا مع نادي الزمالك. طيب انت حضرتك دلوقتي قلت لي الزمالك يتعاقب، قلت لي اللاعب عقوبته ديت اللي هي 4 شهور وغرامه 133,000 جنيه. لو ثبت ما هو انا خد بالك انا بكلمك 4 ل6 شهور. انا بكلمك على الاطار العام اللي لازم اتحرك فيه. لكن ما طلعتش على النهارده. بيبقى عندك ازمه اداره الازمه وعندك ازمه لازم تبقى شايف. انا ما شفتش الورق. انت واخد بالك؟ لكن لازم تبقى شايف في غلط من كل الاطراف. فده اللي انا بكلمك عليه. طب النادي الاهلي النهارده الورق بقى لما تخش في تفاصيله، هل العقد ده صحيح ولا مش صحيح؟ ده تفاصيل صحيحه ومش صحيح. المفروض لا يتفاوض النادي مع لاعب الا بيكون منتهي عقده قبل انتهاء عقده ب6 شهور، وهم مش عارفين دوت. ما هو بس مين بيعاقب؟ مين بيقول؟ مين بيقول؟ شايف ان المجلس الحالي او اتحاد الكره الحالي بيخاف من الزمالك والاهلي؟ يعني كان فعلا يقدر يعاقبهم ولا بيخافوا من بعض؟ يعني بيخافوا من الزمالك؟ انا ما اعرفش والله، ما اعرف، مش عارف. يعني هم بيخافوا من الزمالك، بيخافوا من الاهلي. انا على المستوى الشخصي انا بحبهم جدا. جمال علام ده شخصيه محترمه جدا. على المستوى الشخصي طبعا. وراجل استضافني مره في الاقصر، كان هو مدير فندق صغير كده. اما رحت الانتخابات زمان بتاع الاستماره دي، ده احنا شفنا ايام سودة في الكوره. انتخابات بالاستماره وانتخابات بالمش عارف بالتورلي وانتخابات بالمسبك وانتخابات بالشعريه. اي كلام بتتعمل في مصر هنا. ما علينا. ضد الانتخابات بالاستمارات يعني، او انتخابات استمارات ايه ده؟ كنت انت بتروح لو لحقت الاستماره انت تمليها وانت قاعد. انا مره مليت الاستمارات كلها والله، وبعتناها من البريد. والمصعب ما بهزر ده كان سنه، وبعدين وقفوا الانتخابات. كان سنه كام كده؟ وقفوا الانتخابات وبعدها المجلس اتحل. بعدها بسنه على كنت دخلت، كانت حسب عليا سنه وكنت خرجت. دي كانت ايام سات لواء الدهشوري حرب. انتخابات سنه 2000؟ معرفش. لا معرفش. تقريبا 2000. ورحت لعلي الدين هلال، ما بعرفش حاجه في الرياضه خالص. يقول لك الكوره الكفر. لقيته بيقول لي الكوره الكفر. والله ما بهزر، الكوره كفر؟ ده الكوره الكفر دي بيقولوها من سنه 30. قلت له انا لازم عشان اخش المجلس ابقى ماسك عكاز وبعكز عليها دكتور علي. يا دكتور. المهم شفنا ايام سودة. المهم فادي موضوع الشيخ ده. طيب موضوع الشيخ مش سهل ان انا كده اقعد يتعاقب في ده. لا موضوع الشيخ مش سهل ان انا اقعد واقول ده الراجل ده مضى الناديين، ده يتوقف 6 شهور وكله يبقى براءه. لا طبعا. طبعا لا. يعني ايه ده؟ انت ما طبقتش حاجه خالص.
انت لا طبقت لائحه الاتحاد. وبعدين اللي يقول لك لا الماده في اخر اللائحه بقى الحاجه اللي فالح فيها كان احمد مجاهد، يجي في اخر اللائحه يقول لك ايه؟ ما لم يذكر في هذه اللائحه يتم الرجوع لائحه الاتحاد الدولي. يا ابني ما انت بتحط لائحه الاتحاد الدولي وخلاص وراح دماغك. طيب كابتن، يعني